رستان 2/4/2013. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. شو شايف عم تشيلوا باقي أغراض البيت وين رايحين؟ والله مرحلين مرات الضيعة لأنه بشار ما خلى لنا شيء يعني مشان يعني ما يروح الأغراض نحن عم نشيل نرحل فيه. يعني شايف أغراض البيت كلها رايحة، شيلوا أنتوا شيء متبقي يعني؟ إيه يعني بنحافظ على الأغراض اللي متبقية مشان ما تروح يعني تنسرق. لا حول ولا قوة. شو الدمار عندكم هون بالحي؟ شايف الحي مخرب بالكامل. انا يعني ما وفر السكن بسبب يعني طائرات الميك قصف كل نهار، يعني بتيجي طياره وبتقصف المنطقه. لا حول ولا قوه الا بالله. تفضل. لا حول ولا قوه. فوت هاي فوت. يعني مثل ما انا شايف البيت غير صالح للسكن خالص، يعني دمار بالكامل. ايه والله مثل ما انت شايف يا اخي، يعني حتى هون شايف الشباك طالع من محله، ما في عندنا شيء يعني نقعد تحته، يعني ما شايف. لا حول ولا قوة الا بالله. عم يشيل من ما تبقى يعني من الاغراض. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا البيت اللي ساكنين فيه انتوا قبل ما ينقصف؟ نعم، ما خلينا شيء الله وكيلك. طيب فيك تحكي لنا عن الوضع الانساني بهالظروف هاي القاسيه اللي عم نعيشوها انتم؟ الوضع الانساني والله صعب جدا لانه ما عندنا لا غاز لا مي لا كهرباء. ما متوفر خالص؟ خالص، لا خبز، ما في شيء يعني خالص للعيشه، ما في شيء خالص. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب انتم بهالوضع هذا يعني شو بتحبوا توجهوا كلمه لبشار الاسد؟ يعني انتم بهالوضع القاسي هذا وبهالظروف اللي عم تمروا فيها، يعني احنا بندعي له ان شاء الله يسوي فيه مثل ما يسوي فينا. امين يا رب. واكثر ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. الرستان 2/4/2013.